اريد الزوجك هو ما عنده ولا جهال ولا طبعا احنا خفينا وجهها بالكامل قشر ده زوجك لان احنا ما نريد نتاجر بطفولتها يعني ايش قال لك ماما ليش رحت وياه قال لك تعي وياي بالباب قال لك ايه قلت لك اريد اروح لماما ايه واخذك شي قال لك قال لي بس تعي وياي أنا قل لي إيه شي قل لك إيه قل لي بس تعاي إيه قل لي ليش قل لي بس تعاي إيه أنا ما جيت ويا إيه إيه هو سوى إيه قال ترى زوجي يوم هيك يوم اسم الله نقل عجمي كذب علي وكتلت ماما لما توصل الى مرحلة واحد بالغ يختصب طفلة عمرها 7 سنوات غير الدولة اللي طلعت والحكومة اللي طلعت والداخلية اللي طلعت وقالوا ولقينا القبض عليه كل واحد مسوي عضلاته هيجي ورتبته نظيفة غير يطلعون يقولون هذا كان شبيه متعاطي ليش ما تقولون متعاطي ليش ما تقولون احنا هسه نسبة التعاطي عندنا زادت ليش ما تحجون للعالم لأنه شبكات المخدرات منتشرة في كل مكان وهاي النتائج يا وزارة الداخلية هاي النتائج ترى الإنجاز مو إنه تطلع وتروح يم الطفلة وتأخذ وياها صور الإنجاز إنه تقضينا على شبكات المخدرات الإنجاز إنه تلزمنا شبكات هذه اللي دا تشتغل بكل صراحة علني دا يشتغلون مو؟ هذا الإنجاز يا وزارة الداخلية مو الإنجاز رايح مكيف فرحان طاق لي صور وياها إذا أنت ما تعرف بحقوق الطفولة وأنت تعرف نفسك كل الزين إذا ما تعرف بحقوق الطفولة ما يصير تروح تصور فيديو والفيديو ينزل وينتشر والبنية وجهها طالع هاي طفلة هذا راح يبقى الفيديو موجود هاي طفلة ما يصير تطلع وجهها فرحان فرحان سجلت فيديو وقلت لقينا القبض عليه والقضاء أخذ مجراه إذا أنت مسؤول بالدولة ما تعرف شنو حقوق الطفل وأعتقد تعرف نفسك كل الزين